يلا تحرك يلا يلا ما عنده ما يدير شي في حاله خرجوا بعدا كينو وي 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 شوف 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 صديق ديالي من زمان تيجلس معايا في قهوة الجوهرة هذه اللي مقابلة السقالة وما عمرو شكا بان مقلق ولا تيسالو شي حد ولا شي عنده شي مشكلة ما عمرو قالها ناشط تضحك بخير على خير ما عمرو كانت عنده شي مشكلة وقبيله انا دزت لقيتو واقف لي حدا مع 12 لي حدا حدا العمارة سلم عليا بخير على خير ضحك معايا سلم عليا وما ما باين عليه حتى شي اثر ديال القلق ولا شي حاجة شي مشكلة ما بيناش عليه وبسلامة بسلامة دابا مني جا فيقني ولدي قال لي با نوض راه صاحبك توفى شنق راسو كيفاش شنق راسو شكون قال لي بشعيب بشعيب اللي قال لي بشعيب لصاحبك اللي تبيع 20 في الطوموبيلات عرفتي راه دخت جيت تنجري انا دابا انا جيت والله العظيم انا تعلمت بزاف ما كانش مريض ولا شي حاجة لا ما مريض ما تيسالو حد ما مريض ما والو ما عندوش شي مشكلة مروبش كاب شي حاجة ما عنده لا مرض و تضحك ناشط بخير على خير ما عنده حتى شي مشكلة واش غنقول لك اخويا رحمه الله الله يعطيهم الصبر والله يعطينا الصبر جميعا صديق ديالنا اخونا وحبيبنا